بمركب بن جلون خاض فريق الوداد آخر حصة تدريبية مغلقة صباح اليوم قبل التوجه إلى أحد الأندية الخاصة ببوسكورة استعدادا لمباراة الديربي السبت المقبل. آخر الأخبار رفقة جيهان جهوري بكاميرا سفيان جريد. يبدو أنها مباراة الموسم بالنسبة للوداد البيضاوي وهو يواجه غريمه الرجاء. بعد تعثراته الأخيرة الفريق يراهن على انطلاقة جديدة ولو على حساب فريق معنويته عالية حاليا. سنتوجه إلى بوسكورة للاستعداد الجيد للمواجهة. هي مباراة ثلاث نقاط، لكن الفوز في الديربي دائما يكون هدفا كبيرا. لا شك بأن المباراة ما تكون سهلة، خصوصا وفريق الوداد يعني كيعيش واحد الفترة اللي خايبة بزاف اللي هي ديال النتائج السلبية. كنتمنى إن شاء الله بأن تكون هذه الانطلاقة ديال فريق الوداد. التشكيل الذي راهن عليه المدرب السويسري في المباريات الأخيرة للبطولة قد لا يشهد تغييرا كبيرا. الحصة التدريبية لصباح اليوم التي أرادها دوكاست المغلقة شهدت حضور نادر المياغري العائد من الإصابة ومحسن ياجور الذي بدأ أنه في كامل استعداده، فيما تواصل غياب كل من فابريس أونداما وأيوب سكوما الملتحقين بفريق الأمل. مصحة الفريق بالمقابل ما زالت تضم لاعبين مؤثرين بأرضية الملعب. فريق الحاوي كما تعرفوا نهار المقابلة ديال الحسيمة كان تقصح وكانت عنده واحد التمزق عضلي في الفخذ ديالو. الخليقة مع كل الأسف مازال الخليقي شوية، يعني دابا يلا في حال ديال الترويض الخليقي يعني بكل صراحة ما يكونش واجد، يعني دابا واحد 3 ولا 4 أسابيع. ولمن يتساءل عن مصير دوكاستل رفقة الوداد بعد مباراة الديربي، هذا جواب نسبي من الطرفين. لحد الساعة المدرب دوكاستل هو المدرب ديال فريق الوداد البيضاوي، باقي ليه 3 المباريات وديك الساعة غيتخذ القرار واش السيد دوكاستل غيكمل المشوار ديالو مع فريق الوداد او غيغادر فريق الوداد البيضاوي. وداديا معسكر بوسكورة المغلق سيكون بدون شك محطة لقراءة الهفوات التي مر بها الفريق تجنبا لأن تعاد السبت المقبل. دائما مع فريق الوداد البيضاوي وفي أفق تعزيز ترسانته البشرية تعقد الفريق الأحمر اليوم مع لاعب وسط ميدان فريق أسيكا بيجوان الإيفواري باكر كوني وذلك لمدة 4 سنوات. واقتنع المدرب السويسري ميشيل دوكاستيل باللاعب الإيفواري دي 22 ربيعا بعدما تم إخضاعه لاختبارات تقنية وبدنية بمركب بن جلون.